السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا لا أحد يقول لي ليش قاعد تمشي. بالأول أنا قاعد أمشي عشان أقوي قلبي، طيب حر ماشي مشكلة، أنا قاعد أقوي قلبي ليش؟ لأن بعد شهر شهرين تقريبا راح تنزل حاضنة الكريمينال، وأنا إذا لفيت على حاضنة الكريمينال وما طلع الكريمينال فصرقوني راح تجيني جلطة قلبية. فأنا حاليا قاعد أقوي قلبي عشان يعني أقدر أستحمل وأتحكم بالوضع وقت تجين الجلطة القلبية بسبب الكريمينال. فيا سادة الكرام، شيء ثاني، أنا إنسان إذا أريد أنام يعني لازم ساعة ساعتين ثلاث ساعات أغمض عيوني أتخيل أني أحكم العالم، أتخيل أكون سبايدر مان، أتخيل أكون سوبرمان، أتخيل تكون معاي قوة خنفشارية أحرر العالم من كل الأشرار. ولكن للأسف حاليا إذا صحيت من النوم نشيط أدخل اللعبة ماشي مشكلة بلعب برمودا، ولكن إذا طلعت لي هذا الخريطة باسمها كالاهاري والله يجيني النوم، يجيني النوم بسرعة. فخلوني أصور لكم كالاهاري في أرض الواقع كيف تكون كالاهاري في الحياة الطبيعية. أوكي راح أصور لكم وأعطوني وجهة رأيكم، هل هذه هي خريطة كالاهاري؟ واكتبوا لي تحت بالتعليقات انتم مثلي يعني اذا دخلتوا خريطة كالاهاري دوخ راسكم وتحسوا انكم راح تناموا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات وخلوني اوريكم كالاهاري في الطبيعة. هذه خريطة كالاهاري في الطبيعة مثل ما انتم شايفين. اتحدى واحد يقول انه هذه ما خريطة كالاهاري. اوكي هذه هي خريطة كالاهاري الاصلية. اوكي مثل ما انتم شايفين طبعا هذه هي خريطة كالاهاري. خلونا نمشي للمكان الثاني، خلونا نروح نشوف الدرب. نشوف الدرب ثواني يا شباب، نشوف اذا في درب نازل هنا. والله العظيم يبالي اسوي لكم فيديو هنا في خريطة كالاهاري، اجمع الشباب ونلعب هنا فري فاير على ارض الواقع، يعني يكون شيء اسطوري. يعني مرة خريطة كالاهاري الثانية. اوه هذاك الدرب وين يا شباب؟ خلونا نشوف الدرب. خاف واحد واصل جراند ماستر يقتلني يا اخي. ثواني خلونا نمشي على الدروب نشوف، يمكن في كروزة يمكن في شيء. بس المشكلة خريطة كالاهاري اللي معانا نحن فيها عصافير، يعني هذيك الخريطة ما فيها عصافير. خريطة كالاهاري في أرض الواقع، شوف الرمال نفس اللون نفس كل شيء مثل ما أنتم شايفين الأشجار. طبعا هذه منطقة واحدة يا شباب، المناطق الثانية اللي فيها لوت المصانع وهذه الجبال والأشياء الثانية في المنطقة الثانية من هناك. حاليا انا قاعد امشي في منطقة واحدة، قاعد الوت منطقة واحدة. شوفوا هذا، هذا سلاح، هذاك ابو نزلوه ابو يضرب ضربة واحدة مثل ما انتم شايفين، والله نفس الشيء. خلونا نشوف السلاح الثاني. طبعا يا شباب مثل ما انتم شايفين هذا اللي حصلته في الدرب مثل ما انتم شايفين. دقيقة، هذا اللي حصلته في الدروب، هذا هو هذا اللي حصلته في الدروب. هذاك الدروب وين نازل؟ هذا الدروب وين نازل؟ هتشوفوه هذا الدروب. هذا الدروب وين نازل؟ طبعا هنا دخلوا سكوادات اللي مات مات، وهذا اللوت مالهم هذا الجثث مثل ما انتم شايفين. هذا القصة الثانية وهذا القصة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة 11 12 13 14 15 تقريبا هذا 16. هذا اعتقد ادم، هذا القصة مع ادم. هذا الفاير باس الاول قصته، تابوت مع الفاير باس الاول هذاك ما شاء الله وحش. هذا الفاير باس الثالث، هذاك الفاير باس الثاني. فتقريبا هنا تعاركوا ما يقارب ثلاث سكوادات اربع سكوادات، فما شاء الله يعني قتال. انا اخاف واحد يقتلني منهم هنا مثل ما انتم شايفين. هو هذا اللوت، اذا محتاج سكار ولا اي شيء هناك بتحصل. خلينا ننتقل الى المنطقه الثانيه. بس هو هذا يا شباب، اذا عجبكم الفيديو راح اسوي لكم منطقه ثانيه في جزيره كالاهاري. اذا دخلت اللعبه 17 جيم بعدين تطلع لي خريطه برمودا كله كالاهاري كله كالاهاري، دور راسي يا اخي من خريطه كالاهاري. فيا شباب اعطوني رايكم تحت بالتعليقات وش رايكم في خريطه كالاهاري اللي معانا. فجروا هذا الفيديو باللايك ونلتقي بكره ان شاء الله في منطقه ثانيه من كالاهاري.